ونتحول الآن إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسع. والتفاصيل مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة أولى في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسع. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة من خلال سلسلة رؤى على طريق التنمية. جاءت الدراسة في هذا العدد من السلسلة بعنوان نحو تعزيز دور البورصة المصرية للسلع في ضوء التجارب الدولية الرائدة. يتضمن هذا التقرير مناقشة التحديات التي تواجه الأسواق الزراعية في مصر والتي تبرر إنشاء البورصة السلعية، وعرض الملامح الأساسية للبورصة المصرية للسلع فيما يتعلق بأهدافها وآلية ونطاق العمل بها، والنماذج الدولية الرائدة في بورصات السلع والمنصات الزراعية وتوصيفها وكذلك آليات العمل بها. بدأ العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا. جاء ذلك بعد التأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز الطبيعي دعمت خطط الدولة في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. جاء ذلك وزير البترول وعدد من المسؤولين تطوير محطة تموين الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة. استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الأسكندرية على رصيفها الجنوبي أول سفينة بضائع عامة تستقبلها المحطة منذ بدء التشغيل. يأتي استقبال السفينة والبالغة حمولتها 56 ألف طن ضمن عمليات التوسع في الخطة التسويقية للمحطة منذ افتتاحها. تكثف إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة من جهودهما لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية وبحث سبل التعاون المشترك، مما سيساهم في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط بدعم من توقعات شح المعروض وتفاؤل أوبك حيال متانة الاقتصادات الكبرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 1.7% ليصل إلى 92 دولار و22 سنتا للبرميل، كما قفزت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2% ليصل إلى 89 دولار وسنت واحد للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.4% لتصل وتحقق ما قيمته 3.32 دولار للتر الواحد. هذا وقد صعدت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 3.87% لتصل وتحقق 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن معدل الفقر الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 11.5% في العام الماضي 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي كشيكات التحفيز ب 12.4%، كما أوضح مكتب الإحصاء أن حوالي 92.1% من الأمريكيين كان لديهم تأمين صحي طوال العام الماضي أو في فترة منه. ريهام الديب وإلهام نمر من جديد في استقبال المزيد من الأخبار. إليكم. شكرا مصطفى.